نحكي عن شيء هلأ صرنا كتير عم نشوفه هو جيد فعلياً، الانتقال إلى ريادة الأعمال. كتير من الشباب حالياً عم تتجه نحو ريادة الأعمال باعتبارها بتوفر للشباب الجداد إنهم يبدأوا مشاريع جديدة وصغيرة، وبنفس الوقت بتساعدهم لإيجاد الطريق أو الخطوات الأولى لهم ضمن سوق العمل. صحيح سلمى، واليوم ريادة الأعمال هي مهمة أبداً ما سهلة، والواحد ما لازم كتير يستهون فيها، وفي فرق كتير كبير بينها وبين إدارة الأعمال. ورح نتعرف اليوم ضمن فقرتنا شو هي صفات رائد الأعمال الناجح، وشو أهم الأساس يلي لازم يرتكز عليه لحتى هو يصير رائد أعمال ناجح. اليوم كمان معنا التجربة ضمن الاستديو، ورح نناقش سوا بهذا الموضوع. معنا اليوم بالاستديو الدكتور منير عباس، رئيس مجلس أمناء جمعية الموارد البشرية، وعماد حمادية رائد أعمال. أهلا وسهلا فيك. وأهلا وسهلا فيك دكتور. أهلا وسهلا فيكم، يسعد صباحكم. أهلا وسهلا. صباح الخير وأهلا وسهلا فيكم. دكتور منير، خلينا نبلش مع حضرتك. متعودين دائما على خلينا نقول هيك المفاهيم الأساسية بالإدارة والتنمية البشرية، بالبداية شو بنقصد بريادة الأعمال كمفهوم لنميز بينه وبين إدارة الأعمال؟ تمام. هلأ رائد العمل أو ريادة الأعمال هي قيام شخص بمشروع، وهذا المشروع يجب أن يكون رابح سواء كان خدمي أو سواء كان إنتاجي. يعني مفهوم الربح بريادة الأعمال يندرج تحت مفهوم الاستدامة، لازم يربح المشروع لحتى يستديم. بعض المراجع وبعض الجهات بتعرف ريادة الأعمال فكرة ابتكارية ما حدا عمل مثلها من قبل، بس أنا ماني مع هالفكرة نهائيا، لأنه أحيانا قد تقومي بعمل اعتيادي بفكر ابتكاري. صحيح. يعني قد تقومي بإدارة شيء طول عمره فاتح هذا النوع من البزنس، مانك انت عم تنتجي شيء من اول وجديد، ولكن عم تقدمي بطرق ابتكاريه للتسويق. تمام 100%. يعني هو مبتكر بافكاره، مو ضروري تكون الفكره ابتكاريه لاول مره تخترع. الشغل الاهم برياده الاعمال وبتعريفها ان يستطيع هذا الشخص تحمل المخاطر، لانه بتعرفي رياده الاعمال هي هذا القلب القوي الشجاع اللي بيقدر 100 واحد بيقول لك انا هيك كانت فكرتي بس ما نفذها فهو ما له رائد عمل. اما الشخص اللي نفذها وكانت على ارض الواقع فهو الذي يتحمل المخاطر، فلذلك هو رائد العمل. فهي الأشياء لازم نركز عليها، هدول بكل التعريفات البسيطة. وطبعا هلا من خلال مجريات الحلقة حنحكي شوي صغير عن صفات رائد العمل، وقديش مهم طبعاً هذا المفهوم كتير، لأنه هلا هو مو ترند، ما فيني لك ترند. احنا هلا عم نشوف كل المشاهير اللي هن بالاسماء الكبيرة بعالم الأعمال هن رواد أعمال، وهي كلها كانت مشاريع جامعية كتير بسيطة أصبحت الآن مواقع للتواصل للمليارات من العالم. هي بعض الأمثلة البسيطة، عدا عن مثلا السيكتر تبع الطعام، عدا عن السيكتر تبع التسويق، عدا عن السيكتر تبع الإنتاج، أي شيء في رائد عمل. ودائما نحن محظوظين بالعالم بوجود هدول الأشخاص، لأنهم عن طريقهم عم تتقدم كل العالم. يعني احنا كلياتهم بأفكار ريادية، وجودهم والمنافسة بيناتهم عم تقدم لنا أفكار ريادية أكثر وأكثر. يعني ما في بس رائد عمل، هناك الملايين من رواد الأعمال، وجودهم والتنافس بينهم هو اللي عم بيقدم لنا أفكار جديدة للبشرية. ذكرت شوي من صفاتهم أنت دكتور، الصفات يلي لازم يتمتع فيها رائد الأعمال. نعم. ولكن نحن بدنا نعرف ككل شو هي الصفات كلها يلي لازم تكون موجودة. أهم صفة هي الرؤية. يعني دائما عند رائد العمل في عنده رؤية لقدام لوين رايح. هي الشغلة يفتقر لها الشخص العادي لتفكيره وظيفي. يعني دائما الوظيفي بيحب يحد الرؤية، انه انا خلاص بدي راتب باخر الشهر وانا هي حياتي بدي برمجة على هذا النوع. اما رائد العمل بيشوف حاله بعد 10 سنين، فلذلك هو سابق اقرانه. فكتير ناس بيحسبوه عم يحلم وطاير، بس هو شايف حاله بعد 10 سنين وين. بعد 10 سنين بس يصدقوا بيقولوا له برافو قبل 10 سنين قلت. فلذلك انا دائما بشجع رواد الاعمال انه لا تخلوا الناس اللي هي عم تنتقدكم تشدكم لورا، لانه رؤيتكم هي سابقين اقرانكم بعده سنوات لقدام. هي اول شيء. ثاني شيء تحمل المخاطر، بس ما انا المخاطر التهوريه. يعني في ناس بتحسب انه رائد العمل هو انه يحكي فكره ويروح يضحي بنفسه من شانه، لا، في تحمل مخاطر. يعني عباره اداره المخاطر هي ان تدرس الاحتمالات الفشل وما هي البدائل للحلول. ثالث شغله وهي الاهم، قدرته على حل المشكلات واتخاذ القرار. بتعرفي انت الطريق رائد العمل كله مشاكل، فهو اذا اول مشكله تعثر فيها فهو حيتراجع فورا عن فكرته. هي الفرق بين رائد العمل
الشغوف لفكرته اللي هو مآمن فيها، لأنه هي الصفة الرابعة هي الشغف وحب الفكرة وحب الإبداع بموضوع معين، وبين رائد العمل اللي سرق فكرة وراح يمشي فيها مع أول تعثر تنازل عنه. رائد العمل بيضل بيعيد صياغة فكرته عدة أوجه لحتى يقدمها بالطريقة. يمكن هداك لأنه مو صاحب الفكرة، ما هو تعبان عليها. تمام. نحن دائما بنجيب مثال تبع إديسون، يعني بعد 99 مرة فشل هو المرة المية شعل الضوء معه بالمصباح. فنحن دائما بنجيب هي الأمثلة إنه دائما في المرة اللي هي كل الأشخاص مالين من قبلها بكتير، هي عن رائد العمل. أيضا بده يكون في عنده هي أيام كتير مهمة رائد العمل مهارات التواصل. مهارات التواصل لأنه رائد العمل هو مدير أعمال وهو صاحب العمل، هو صاحب الفكرة، هو أكثر شخص بيعرف يدافع عنها. شغفه والتون تبع صوته وقت يحكي عن فكرته لحالك بتلاقي شخص مآمن بالفكرة باللا شعور بتآمني أنك أنت لازم تدعمي. بينما وقت يجي مدير أعمال يحكي عن الفكرة نفسها هو عم بيقدم فكرة واحد آخر، فلذلك ما بيكون كتير فيها التون بالفويس تبعه أنه مقنع كتير، بيقنعك إيه أو لا. فلذلك مهارات التواصل هي شيء كتير مهم، وهلأ بريادة الأعمال دخلت كلات الـ AI ودخلت كل مواقع التواصل الاجتماعي، فما عاد فيه هلأ رائد عمل هالأيام هي ما بيعرف يستخدم السوشيال ميديا. صحيح. فهي صارت هدول من أهم الخمس صفات اللي نحكي عنهم. طبعا يدرج الذكاء العاطفي وراها، طبعا يدرج إدارة التفاوض لأنه حياته كل يوم فيها تفاوض، طبعا يدرج المخاطر المالية لأنه في ناس كتير تحسب رائد العمل أنه بس فكرة، كمان لازم يعرف يدير حساباته ماليا، لأنه هي من الأشياء اللي هي كتير ينتقدوا عليها وبيحسبوا أنه رائد العمل خلص بس أعطيني فكرة وبجيب محاسب يعملها. لا، في فكرة ودراسات مالية هو شايفها برؤية مالية، هي كمان من إحدى الصفات تبعته. أكيد. خليني أرجع رحب بعماد. صباح الخير. صباح النور. أهلا وسهلا فيك. خلينا نتعرف أكثر اليوم حضرتك من رواد الأعمال، مشروعك الخاص شو هو وكيف تقدم لنا إياه؟ هلا أول شغلة هي أنا بدي أحكي فكرة إنه أنا بعتبر رأس مال لرائد الأعمال هو مو مشروعه ولا فكرته، إنما هو عقليته اللي بيحسن يفكر فيها، اللي هي عقلية الحل مو عقلية المشكلة. هو رائد الأعمال دائما نحن بنشوف رواد الأعمال بيفشلوا بأربع أو خمس أو ست مشاريع أو حتى 10 مشاريع أو حتى 99 مرة مثل ما تفضل الدكتور لينجح مرة بالأخير ويحقق الأهداف اللي بده إياها. فرأس مال الأساسي لرائد الأعمال هو قدرته على التفكير دائما بحلول لأي مشكلة بيواجهها بأي مكان كان فيه، سواء كان جامعته. فنحن لما كنا بكلية الإعلام ابتكرنا عدة قصص، عدة أفكار، كنا عم نشتغل على فريق اسمه Aspiring Voices، كان من هو ريادة الأعمال المجتمعية غير ربحي سواء كان بعمله. فنحن أنا داخل بأربع مسابقات لريادة الأعمال فايز باثنين منها، سواء كان ببيته هو بيلاقي حلول إبداعية وحلول مبتكرة بحيث انه دائما هو عم يفكر بالحل. فالعقليه هي راس ماله لرائد الاعمال مو فكرته. الفكره دائما بتروح وبتتبدل وبتتغير، وحتى هلا مثل ما تفضل الدكتور منير بتنسرق مرات، ولكن الشيء الرئيسي هو العقليه تبعه. الشغله الثانيه اللي انا بعتبرها هي من راس مال رائد الاعمال هي علاقاته. كل مشروع عم يفوت فيه هو عم يبني علاقات صعب كتير انه يبنيها لو ما فات فيه. هي العلاقات لازم كل مره يستثمرها بالمشروع اللي بعده. المشروع الاول بنى شويه علاقات، بالمشروع الثاني بيستثمر هي العلاقات وبيبني علاقات ثانيه، بالمشروع الثالث اكثر واكثر واكثر، ليوصل لمرحله هو قادر يفوت باي مشروع بده اياه، باي مشكله بيلاقيها قادر يحلها، قادر يفكر بالحلول بشكل كتير تفصيلي وبشكل كتير متميز. بالنسبه لإلي انا بعتبر انه المؤسسه كمؤسسه اداره الموارد البشريه هي ما قدمت لي تدريب برياده الاعمال، ولكن هي قدمت لي رياده الاعمال بوجهها الحقيقي على الارض. كانت عم تقدم لنا الدعم سواء بالأشخاص الخبراء اللي نحن عم نلتقى فيهم بالمعارض بالإيفنتات بمجلس الأمناء، كانت عم تقدم لنا الدعم بالمكان، عم تحتضننا، عم تخلينا نآمن بأفكارنا، نشتغل على أفكارنا سواء بمكان المؤسسة أو بغير أي أو بأي مكان. كانت عم تقدم لنا التشبيكات. فدائما الدكتور منير وكل مجلس الأمناء لما يشوفوا مثلا رائد أعمال من المتطوعين فهنهم دائما كانوا يشبكوه مع كل الشركات وكل المؤسسات وكل الأفراد لأنهم بيحتاجوا الخدمة أو المشروع أو المنتج اللي عم يقدمه. فأنا إذا بدي أعتبر الشيء الرئيسي اللي كان عم يضيف لي بريادة الأعمال بالمؤسسة هو كان عم يخلق لي التجربة الحقيقية لريادة الأعمال. فهي الفكرة الرئيسية. إضافة لذلك كان تتمت السؤال اللي عم تسأليني إياه إنه ممكن تقلنا إنه شو الفكرة بس أو مشروعك مشروعك الأساسي. أنا اشتغلت على عدة أربع مشاريع رئيسية حالياً وتعددت الأدوار سواء كنت صاحب الفكرة،
او سواء كنت شريك بمشروع ريادي او حتى موظف بمشروع ريادي. تعدد هاي الادوار كان كثير عم يخليني اكتشف الصوره الكليه. اشتغلت بمشروع اسمه هيلبكو اللي هو توصيل ادوات طب الاسنان لمراكز طب الاسنان كموظف. اشتغلت بمشروع كان صاحب فكره اللي كان اسمه اكسس روم اللي هو كان لدعم صناع المحتوى، مكان في كل الادوات المجهزه لدعم صناع المحتوى. اشتغلت بمشروع بعدها كان هو عباره عن موقع الكتروني لتعليم الفنون لكل الاشخاص سواء الموجودين. كله ارتبط بدراستك؟ كله ارتبط بدراستي. انا دراستي الرئيسيه هي اعلام، اختصاصي علاقات عامه، فكل هي القصص كنت انا عم سخر كل شيء معارف لي سواء بالماركتينج او بالبي ار لخليها تكون عم تطور هذا المشروع. ودائما كان الشركاء اللي عم يكونوا معي كانوا عم يكونوا مميزين. هلا بالسؤال اللي بعده او بالفقره اللي بعدها رح نحكي اكثر شو الشغلات اللي بقدمها نصائح. من انا بالنسبه لي ثاني اهم سبب لنجاح او فشل المشروع هن الشركاء اللي معنا. كان عندي تجارب فاشله بسبب شركاء ما كان في بيناتنا كونتاكت، ما كان في بيناتنا تفاهم. اما كان عندي تجارب ناجحه رغم انه المشروع كان اقل كمان بسبب شركاء، انهم كانوا دعم وسند. لانه هذا الشخص اللي انت شريكك بمشروع ريادي عم يكون عم تشوفيه اكثر من اهلك بلحظه من اللحظات. لانه هو الرياده مو يعني توظيف، مو يعني 8 ساعات، يمكن نضل عم نشتغل 20 ساعه. فهو بده يكون عقليته عن جد حقيقيه، بده يكون عن جد فهمان شو يعني رياده، بده يكون فهمان انه نحن عم نشتغل والنتائج اللي عم تطلع بالفتره الاولى اللي هي الفتره الاولى يمكن تضل سنين كثير قليله. بينما واحد تاني عم يشتغل 8 ساعات عم تطلع نتائج بتجنن وكذا وعم ياخذ راتبه اللي كثير عالي باخر الشهر. دائما نحن بنقول انه لازم يكون في تفريق بين رياده الاعمال وبين التوظيف يعني الشخص لازم يكون فهمان ليعرف شو يختار بالشكل الصحيح. بالحياه العامه بنقول اللي بيفهم بيريح يعني مثل ما بيقولوا. اكيد عماد من خلال تجربتك هلا حكيت كثير انه ممكن يكون في شخص يبدا بمشروعه 8 ساعات ممكن يستغرق فيه وشخص ثاني يمكن يستغرق فيه 8 سنين. اليوم من خلال تجربتك انت صار عندك خبره بهذا الموضوع، اليوم كل شاب او كل حدا بده يبدأ بمشروعه أو طموحه، شو هو الشكل الصح أو الشكل الأكثر أمان ويضمن شوي نجاحه لحتى يبلش فيه؟ هلا اول شغله انا دائما بقول انه في عده شغلات رئيسيه لازم تكون عند كل رائد اعمال لحتى يكون فهمانها بشكل صحيح لحتى ينجح بفكرته. اول شغله اللي هي يكون عن جد فهمان السوق. شو يعني فهمان السوق؟ يعني هو انا بلاقي كثير اشخاص بيجوا لعندي بيحكوا لي والله يا عماد عندنا فكره كذا كذا، وهي الفكره كثير بتكون ابداعيه ولكن هي ما بتكون عم تسد حاجه حقيقيه بالسوق، او حتى بتكون عم تسد حاجه السوق مسدوده عنده هي الحاجه بطريقه ثانيه او بطريقه مختلفه. فبيكون انه الفكره كثير كرياتيف بس هو لانه ما فهمان السوق بشكل صحيح، ما فهمان الدومين بشكل صحيح، ما رح يحسن يبدع فيها، ما رح يحسن ينجح فيها. فدائما بنقول انه دائما فكر بالمجال اللي انت بتشتغل فيه، بالمجال اللي انت بتفهم فيه، بالمجال اللي انت دارس فيه، تمام؟ هي الفكره الاولى. الفكره الثانيه اللي انا دائما بقدمها نصيحه للاشخاص اللي هلا عم نكررها، اختار الفريق اللي عم يشتغل معك على الفكره كثير بعنايه، لانه هدول الاشخاص هن رح يكونوا عم يدعموا بعض بالاوقات الصعبه. يعني هو ما فيه يبلش باي شيء بشكل ناجح بدون فريق او بدون شركاء. اذا كان مشروع صغير جدا فهو بيحسن، ولكن احنا لما عم نحكي عن المشروع فهو في تعدد ادوار كثير سواء ماليه او تسويق او كثير قصص ثانيه او حتى انتاج او حتى توزيع. كل هدول القصص او حتى التواصل مع الناس او حتى السوشيال ميديا مثل ما كان عم يحكي الدكتور، هدول القصص بيحتاجوا دائما ليكون معنا شركاء. والصراحه انا بالنسبه لي انه مثلا يكون مالك مشروع قيمته 100,000 ولا يكون شريك بمشروع ب 10% قيمته 10 مليار مثلا، انه الافضل. فالشراكه مو دائما غلط، الشراكه ممكن تكون هي اربح وهي احسن، بس لما نعرف نختار الشركاء بشكل صحيح. الشغله الثالثه اللي انا بقولها للاشخاص دائما انه هن لازم يمتلكوا المهارات الحقيقيه. شو يعني يمتلكوا المهارات الحقيقيه؟ بيكون الشخص مفكر حاله عنده مهارات تواصل، بيقوم اول عميل بيجي بيحكي له انه منتجك غلط، منتجك فيه كذا، بيقوم هو بيعيط عليه، بيقوم هو وين مهارات التواصل؟ مهارات التواصل الحقيقيه بتبين على الارض، بتبين مو بس مهارات التواصل الحقيقيه، المهارات الماليه، مهارات التسويق، مهارات التفاوض، كل هاي المهارات لازم يكون ممتلكها بشكل حقيقي، حتى المهارات التقنيه اللي لها علاقه بمجاله، مثلا بيكون هو شاطر بالوورد بس لما بيجي ليسلم عميل ملف وورد فبتلاقيه انه مو مثل مو مطلوب، فهو بينصدم، هو مفكر حاله شاطر ولكن هو لازم دائما يشوف السوق، شو الشيء اللي عم يقدمه ويكون شاطر بكل هاي المهارات. اضافه الى ذلك انا بقول انه هو لازم يبني شبكة علاقات كتير كبيرة لينجح. كيف يعني؟ وشراكات. يعني أنا مثلا شفت مشروع ريادي تاني بتقاطع مجال عملنا بشكل أو بآخر، لازم نكون عم نبني شراكة معه حتى نكبر سوا، لأنه المشاريع الريادية غالبا بتكون هي مشاريع صغيرة ببدايتها. فمشروع صغير مع مشروع صغير مع مشروع صغير بيروجوا لبعض، بيقووا بعض، بيسندوا بعض. هي النقطة كمان كتير مهمة. إضافة إلى ذلك لازم يكون عم يستشير الخبراء. يعني ما يكون خلاص طلعت الفكرة يلا معي مصاري أو أخذت مصاري من تمويل معين من منظمة أو من أهلي أو من أي مصدر،
يلا رايح نفذها، فبتلاقيه بعد شهرين مثلا فرش روح المصاري، فبيرجع اصلا هو خسر ثقة اهله، اصلا هو خسر ثقة رفقاته، كل الناس رح تقول له انه كذا. وعلى فكرة هذا الشيء كثير عادي انه يفشل المشروع الريادي وانه يخسر المصاري، ولكن الشيء المو عادي انه هو ما يكون مستشار، ما يكون سائل الناس الخبراء، ما يكون اخذ استشارة الناس بهذا الدومين هن الرئيسيين. هي الشغلات كلياتها بتكون عن جد عم تخسروا لرائد، سواء هو ثقته او ايمانه بافكاره، ثقة الناس فيه قادر انه ينجح. اعتقد هذا المثال بشكل عام كل متطوع فيها يفهم سوق العمل. لما الشخص المتطوع عم يتواصل مثلا مع اشخاص مهندسين اللي بيقولون السيفيات الخاصه فيهم، فهو عم يسمعهم، هو عم يعرف احتياجاتهم، فهو قادر انه يعمل مشروع ريادي للمهندسين، بخلاف لما يجي واحد ما له فهمان القصه ويعمل مشروع ريادي كعلاقات. نفس الشيء المؤسسه عم تقدم له اشخاص متطوعين. اكيد. وهون بدي اسال الدكتور منير، يعني مثل ما شفنا من تجربه عماد جرب اكثر من مشروع ريادي كلهم ضمن اختصاصهم، وركز من خلال تجربته على فكره الشراكة اللي يبدو هي أثرت عليه، لأنه مثل ما قال عنده كان تجارب شوي ما كتير جيدة. حضرتك حكيت بالبداية عن صفات رائد الأعمال اللي هو ممكن يكون لوحده عم يعمل مشروع من دون شريك. خلينا نحكي شوي عن فكرة أيضا الشراكة بريادة الأعمال واللي هلأ ممكن كمان عم نشوفها موجودة بين الشباب. تمام، هحكي لك من تجربتنا. نحن 17 سنة عبر المؤسسة، نحن مئات رواد الأعمال هلأ فخور فيهم، هنا أصحاب شركات وبيقولوا كان الأساس هو التدريب البسيط اللي كانت تحكي عنه العالم، أنه بهذا التدريب البسيط أنا بدي أصير رائد أعمال. ما بيعرفوا هنين تماما أهمية وجود تكتلات مجتمعية هي بتاخدك بسهولة على سوق العمل. يعني لحنا حكى عماد تجربته، عماد واحد من هلأ 40 رائد عمل هلأ عمين، خلينا نقول إن هن موجودين في مطبخ ريادة العمل هلأ موجودين جداد للتقديم، وعماد عم بيقدم لهم وهن عم بيقدموا له بمجالات هن مبدعين فيها، بس هن ما بيعرفوا شو الكمالة. عماد عنده صورة لأنه سابقهم، بس هن بعد سنة حتشوفيهم يمكن تقابليهم وتحكي عن تجاربهم الناجحة. لحنا شو بنقدم؟ بدك تقدمي بيئة حاضنة. شو يعني بيئة حاضنة؟ بيئة يكون رواد الأعمال كلهم عم يفكروا شيء ابتكاري. ففي شيء عندنا مجتمعاتنا هو بالعدوى والغيرة الحلوة، هي الغيرة الإيجابية اللي هي بتعطيك طاقة. أنا كثير عندي ناس طلعوا من سوق العمل كموظفين هلا هن أصحاب مشاريع، وما ندموا ابدا على هذا الموضوع، بس كان بالاول ما حدا مأرجيهم لسوق العمل غير وظيفه اعتياديه، ما كانوا شايفين انه في حدا من جيلهم وبهالعمر بيعمل بزنس وبيطلع مصاري. فهن هلا صاروا هدول الاشخاص عم يبحثوا عن اشخاص يساعدوني. تخيلي انت قديش فظيع سوق العمل، انه انا بدل ما فوت واحد عم دور له على فرصه، هذا الشخص صار شركه عم يدور على فرص لناس ثانيين. يعني انا مو بس قمته من سوق العمل وسحب معه عشرات من سوق العمل. هيك احنا بدنا ناس بفكر وظيفي وناس بفكر ريادي. الريادي هو مشغل مبتكر. غير هيك احنا بنختصر الطريق كتير عليهم. يعني مثلا مؤسسات مثل مؤسساتنا في احسن مننا يمكن وكتار بسوريا كمان، ولكن ما بيجيدوا عملية الصبر والتحمل لرائد العمل. رائد العمل مثل الابن اللي عم نحتضنه، بيفشل بيأكل كف بسوق العمل وبيرجع زعلان ويحبط. بدك تعيدي تهيئته نفسيا من أول وجديد وتقولي له إحنا مو متخلين عنك، تعال هذا الدومين أنت ما اشتغلت عليه، فلحنا هلأ ممكن بكل سهولة أنه ناخدك ونقدمك بصيغة جديدة. فبيلاقي بيئة حاضنة هي ما موجودة بالأهل. تعرفي أنت الأهالي مشغولين دائما بتحصيل لقمة العيش وتربية أولادهم أحسن تربية، فبعاد شوي صغيرة عن سوق العمل أو السوق الريادي. مين بيقدم لك هدول الأفكار؟ هي البيئات الحاضنة اللي هي احترافية. فلحنا دائما عندنا دورات ترميمية بنطلع مهارات تواصل ناقصة تكون تكرم عندكم، هي كورس بمهارات التواصل والتواصل الإلكتروني حصرا. ما الاي اي عم بتشوفوا شيء بعيد عنكم، رح نعمل كورسات بالاي اي ويكون بخدمتكم وليس شيء مرهب لكم. شو هي الشيء الصعب عليك؟ عم نجيب ناس على منابرنا وعم تعطي. صدقيني الخلطه اللي عم بتصير داخل هي المؤسسات عم بتولد افكار لحالها. يعني هلا احنا من خلال تجارب فاشله عند بعض الاشخاص عندنا دروس مستفاده. انا فيني اقدم لك نفس المشروع اللي فشل وحقول لك شو سبب فشله، عندنا تشخيصه. الشراكات
عدم الوصول للشريحة المناسبة، الدعم ما كان مناسب نهائياً. تصدقي من خلال تجربتنا بحياتنا ما كان هو الدعم المادي هو المشكلة أبداً، دائماً عم بيكون فريق العمل واختياره. ليش عم بقولك أنا كتير مبسوط إنه عماد عم يحكي عن تجربته؟ لأنه هي الشغلة ما حدا ضوى عليها، إنه اختيار فريق العمل كتير مهم. هلأ بتقولي لي رائد العمل لازم يفكر سولو لحاله؟ لا، مو شرط، مو شرط نهائياً، بس هو صاحب الفكرة على الرأس والعين. وبنعرف كتير أحياناً نجحت كتير أفكار واشتقت عن الفكرة عدة مشاريع ريادية والكل نجح. في مشاريع عائلية تمام يعني ونجحت، في مشاريع أصدقاء، يعني في أزواج، عم شوف كتير شركات حالياً يعني. مو بس هيك أستاذي، كمان الكيكة كبيرة بسوق، السوق كتير متعطش، لأنه بتعرفي أنت سنين الحرب والإغلاق والعقوبات ولدت مساحات كتير كبيرة للاستثمار، ما عنا يد أجنبية تيجي تستثمر فيها، فالعقلية السورية عم تستثمر فيها وعم تصدر لدول مجاورة. يعني أنت الأشياء اللي هي ناقصتنا بالسوق عنا من يقدمها بأفضل الصياغ ومتحضرة جدا. التعليم الافتراضي والتعلم الذاتي أونلاين ما ترك أي مجال للتطوير إلا وغطى، فما عاد في عنا حجة لإحنا معاقبين ما عم نصير أبدا. لإحنا أهم التطبيقات عم تتصدر لدول الخليج من شباب سوريين، وعندنا منهم شي 6-7 عم يشتغلوا معنا بالمؤسسة وعم بيصدروا شغلهم. يعني هنا بعدهم بالسنين الأولى للدراسة، ما فيني أقول لك فقط خريجين، يعني فخورين لحنا جدا. بس ما بدي أعمل أنا عملية دعاية وإعلان لتسمية بعض المشاريع، بس أنا عم أقول لك إنه ريادة الأعمال بدها بيئة حاضنة، بدها الناس تستند على بعضها البعض. ولحنا هلأ له دورنا كمؤسسات، لحنا عم نقوم بدور الحاضنات والتشبيك مع سوق العمل. أنت بدك هذا الدومين، شو عندك مشروع بيشبه مهندسين؟ حأوصلك مع نقابة كاملة للمهندسين، راح أوصلك مع مستهلكين الخدمة تماما. هذا الشيء أوان بيقدم لك سوق للمنتج وللخدمة. يعني أنا بختصر عليك سنوات لأي طبعا بعد كل هالكلام دكتور منير، ما ضل يمكن حجة ولو صغيرة لأي شاب اليوم بده يبلش بمشروعه أو بطموحه أو يعاني من البطالة حتى أو حتى ما عم يلاقي شغل، لأنه ما شاء الله عندكم جميع الخدمات يلي بتدعم كل الشباب اليوم. بدنا نتشكر حضورك معنا، أهلا وسهلا فيك. شكرا كثير لكم، شكرا لك كمان يا عماد، الله يعطيك العافية. شكرا لكم لوجودكم، نتمنى دائما هيك شبابنا وأفكارهم تضل برعاية آمنة مثل ما بنقول بأيدي أمينة. شكرا لك دكتور، شكرا عماد، موفق بشركات تنسيك الشركات اللي إن شاء الله اللي تركت شوية مشاكل بإذن الله. شكرا كثير لك، الله يعطيك العافية يا رب.